بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هشوف ازاي نجمع بعض البرامتر. بمعنى دلوقتي مثلا انا عندي خطوط، الخط دوت فيه برامتر اللي هو اللينس. لو انا عملت سيلكت عليهم كلهم مش هيجيب لي مجموع اللينس، فانا عايز اعرف المجموع بتاعهم. الكلام ده ممكن يفيدني مثلا اطوال حوايط، ممكن يكون مثلا في الفلو، مثلا في الضغطات، او في بعض الحاجات. يعني ممكن نشوف ازاي نعمل الحاجة ديت. دلوقتي انا هفتح الداينامو واجي هنا اقول له سيلكت موديل، تمام، سيلكت موديل اليمنتس، تمام، على اساس اعمل سيلكت لاكتر من حاجه. وبعد كده هقول له جيت بارامتر باي نيم، جيت بارامتر فاليو باي نيم اهوت، تمام. طيب اسم البارامتر ايه اللي انا محتاجه دلوقتي؟ انا محتاج اقول له string، تمام، محتاج اللينس فاقول له اهوت. طيب محتاج بعد ما جبت البارامتر دوت لسه هعمل select للموديل اهو. خلينا نعمل select، قال له سيلكت وراح عمل سيلكت عليهم كلهم فهو جابهم. محتاج بقى بعد كده اقول له اجمع لي الحاجه ديت، فهروح اقول له انا عايز اعمل اجمع الحاجه ديت اللي هي عن طريق برامتر اسمه ماس سام التله ديت اهي. عايز اشوف المجموع هقول له واتش، بقول له اجمع لي الحاجة بشكل دوت. قال لي ان هو جاب لي المجموع بتاعهم كله. زي ما قلنا ده مجرد مثال، ممكن تطبقه بقى على اي حاجة انت عايزها.